ما هو حكم أكل الحلزون في الإسلام؟ قبل الحديث عن حكم أكل الحلزون في الإسلام، تجدر الإشارة إلى أن الحلزون ينقسم إلى نوعين، فمنه ما هو بري ومنه ما هو بحري. فأما البحري فقد تم تعريفه على أنه نوع من أنواع القواقع التي تعيش في الماء، وأن منها ما تحمل صدفة خارج أجسامها، ومنها ما ليس لها صدفة على الإطلاق. وأما الحلزونات البرية فتوصف بأن لها زوجين من قرون الاستشعار في مقدمة رأسها، ولها عيون على أحد القرنين، وقد يبلغ طول أحد أنواعها إلى 10 سنتيمترات. وقد ذهب الفقهاء إلى جواز أكل البحري من الحلزون لعموم حل صيد البحر، مصداقا لقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وقد فسر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الآية الكريمة بقوله: صيده ما أصطيد وطعامه ما رمي به. وعلى الرغم من عدم ورود ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكل الحلزون البحري، إلا أنه مباح لأنه من طعام البحر. أما الحلزون البري فيعد من الحشرات التي ليس لها دم سائل، وقد اختلف في حكم أكل الحلزون في الإسلام، حيث ذهب بعض الفقهاء ومنهم المذهب الحنفي إلى حرمة أكل الحشرات كلها، لأن النفس البشرية السليمة تنفر منها وتعافها، ولأنها تعد من الخبائث، بينما ذهب المالكية إلى جواز أكل أصناف الحشرات كلها لمن لا تضره، ولكن بشرط تزكيتها بقطع الحلقوم والوجين، والتسمية إن كانت من النوع الذي له دم سائل كالحية والقنفذ والضب. أما إن كانت من النوع الذي ليس له دم سائل كالحلزون البري والجراد، فيجب تذكيته بأن يفعل به ما يسبب موته مع التسمية. قد نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن شيء في المغرب يقال له الحلزون، يتعلق بالشجر، أي يؤكل؟ فقال: أراه مثل الجراد، ما أخذ منه حيا فسلق أو شوي فلا أرى بأكله بأسا، وما وجد منه ميتا فلا يؤكل. وذهب ابن حزم رحمه الله في المحلة إلى حرمة أكل الحلزون البري وكافة الحشرات التي ليس لها دم سائل لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وقوله تعالى: إلا ما ذكيتم. والتذكية لا تكون إلا في الحلق أو الصدر، فكل ما لا يمكن تذكيته لا يحل أكله ويعد من الميتة. وهكذا تم تبيان حكم أكل الحلزون في الإسلام بشكل مفصل.